وعندما كان العمل العسكري السبيل الوحيد المتاح لتحرير الأرض واستعادة الحقوق، كان الأردن في طليعة المجاهدين السباقين إلى دفع الثمن الغالي من دم شهدائه وقوت أبنائه. ستبقى سيرة الملك الحسين بن طلال الهاشمي ملك الأردن الراحل تحوم حولها الألغاز ويحيط بها الغموض، وبالأخص علاقاته التي تحوم حولها الشبهات مع تل أبيب. سيبقى اسمه محيرا ومثيرا للجدل في ظل أقاويل تتناثر عن خيانته للأمة العربية وسفره لإسرائيل قبيل حرب أكتوبر المجيدة ليحذرهم من حرب ستشنها ضدهم مصر وسوريا خلال ساعات. فما مدى حقيقة تلك الأقاويل؟ وما سر زيارة الملك حسين مقر الموساد الإسرائيلي في تل أبيب يوم 25 من سبتمبر عام 1973، أي قبل موعد حرب أكتوبر بعشرة أيام؟ ماذا فعل هناك؟ وما الذي دار بينه وبين جولد مائير ورجال الموساد الإسرائيلي في تلك اللحظات العصيبة من عمر أمة العرب؟ وهل كانت علاقته بإسرائيل جاسوسية أم دبلوماسية تحكمها الأعراف الدولية؟ ونحن هنا لا نوجه اتهامات إلى الملك الراحل ولا ندافع عنه، إنما فقط نطرح استفسارات وتساؤلات ونرصد واقعا يحكيه التاريخ. تعالوا معي لنتعرف على التفاصيل في هذا الفيديو. ورث الحسين بن طلال حكم الأردن في عمر 17 عاما، حكم بلاده منذ مايو عام 1953 حتى توفي في فبراير عام 1999. ويعد الملك الحسين هو ثالث ملوك الأردن بعد اغتيال جده مؤسس المملكة الأردنية الملك عبد الله الأول بن حسين بن علي الهاشمي. لم ينسى الملك الحسين مشهد اغتيال جده المطبوع في ذاكرته منذ الصغر. لم ينسى عندما كان برفقة جده وهو يصلي صلاة الجمعة في القدس الشريف، رأى بعينه الخياط الفلسطيني يرفع المسدس على جده الملك عبد الله ويطلق الرصاص عليه حتى الموت. وجاءت حادثة الاغتيال في أعقاب إشاعات وأخبار كثيرة تتهم الجد بخيانة قضية فلسطين وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. الحادثة تركت في ذهن الحفيد رواسب وقناعات بأن الحكم زائل وأنه من الممكن أن يفقد عرشه في أي وقت، عرش جاء إليه في عمر الصبا على طبق من ذهب بعد تنازل والده عن الحكم بسبب مرضه. ورغم أن الملك حسين كان يحاول بشتى الطرق إبعاد المملكة الأردنية عن الحروب، إلى أن الجيش الأردني كان على موعد مع حرب في فجر يوم 13 من نوفمبر عام 1966، عندما حدث هجوم إسرائيلي على إحدى قرى الأردن بالضفة الغربية، وتم احتلال أراضي فلسطينية وأردنية كثيرة، بالإضافة إلى دمار أكثر من 100 مبنى ما بين المدارس والمستشفيات والمساجد. وجاء الهجوم كرد انتقامي صهيوني بعد مقتل 3 إسرائيليين بتفجير لغم زرعه فدائيون فلسطينيون. وبعد هذا الهجوم الدموي العنيف اجتاحت الاحتجاجات أرجاء الأردن، واصطدم الملك بالرعايا الفلسطينيين بعد أن اعتبروه عاجزاً عن حمايتهم. بعض قادة الجيش الإسرائيلي اعترفوا آنذاك بأن الهجوم أخطأ أهدافه وأن الملك حسين كان يعمل كل ما في وسعه لمنع حركة فتح من ضرب أي أهداف إسرائيلية من داخل الأردن. لكن رغم ذلك شعر الملك حسين بخيانة العهد من الجانب الإسرائيلي وبالذات من إسحاق رابين رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية بعد اتفاق الطرفين على سلامة واستقرار الأردن.
ورد إسحاق رابين بعد الهجوم بأن مشكلته لم تكن مع الملك حسين لكن مع سوريا والمدنيين الأردنيين الذين ساعدوا وساندوا القضية الفلسطينية. رابين قال بالبنط العريض وقتها: ليس من مصلحة إسرائيل أي مواجهة مع الأردن أو مع إهانة الملك حسين. وكشفت قيادات إسرائيلية أن جونسون رئيس أمريكا عاتب رابين على الهجوم وأدانه في مجلس الأمن وبعث برسالة للملك حسين يطمئنه وأن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى. الأمر الذي أثار ضد الملك حسين عداء فلسطيني وكان سببا فيما بعد لمحاولات اغتيال تعرض لها، كذلك أثار غضبا في الداخل السوري والمصري، وحدث حينها سخط شعبي على سياسات الملك حسين وخرجت مظاهرات غضب في الضفة الغربية والخليل ورام الله، رفع خلالها لافتات ضد الملك حسين ولافتات أخرى تحمل صور جمال عبد الناصر الذي خرج آنذاك في خطابات نارية شتم الملك حسين واتهمه بموالاة الاستعمار وتوترت العلاقات بين البلدين. وبعد نكسة 67 توترت العلاقات بين الأردن وعدد كبير من الدول العربية خاصة بعد تسريبات عن تنسيق أردني إسرائيلي ولقاءات سرية بين الملك حسين وقيادات في إسرائيل بوادي العرب الأردني. وتعقدت الأوضاع في الداخل الأردني وبدأ الاشتباك مع الفصائل واعتبرتها المملكة دولة داخل الدولة، خاصة وأنها بدأت تدعو للإطاحة بالملك. ووقتها دخلت سوريا لنصرة الفصائل والجماعات المسلحة داخل الأردن فيما يعرف بأحداث أيلول الأسود. واضطر الملك وقتها الاستغاثة بالأمريكان والبريطانيين لأنه كان دائما ينادي بالسلام الدائم مقابل استعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل. وهنا طمعت إسرائيل في التفاوض معه وبعث الخبير الإسرائيلي في التجسس إبراهيم كوهين رسالة لإسرائيل يبلغهم فيها بضرورة فتح علاقات سرية مباشرة لإسرائيل مع الملك حسين. وبعد وفاة عبد الناصر عام 1970 وتسلم السادات الحكم وعادت المياه لمجاريها، وفي مؤتمر القاهرة قبل حرب أكتوبر بأيام دعا السادات وحافظ الملك حسين للحضور، والمح السادات إلى وجود مخاوف مصرية وسورية من شن هجوم محتمل من إسرائيل. وفي وثائق مسربة عن لجنة تحقيق إسرائيلية في حرب أكتوبر ذكر فيها أن الملك حسين غادر بعد المؤتمر واتصل بجولدا مائير وطلب منها تنسيق موعد للقاء بينهما، ونسقت جولدا مائير وقتها وحددت موعدا بعدها بيومين تحديدا في 25 سبتمبر عام 1973 في 9:00 مساء أي قبل الحرب بعشرة أيام. ووفق الوثائق المسربة انعقد اللقاء في مقر من مقرات الموساد في تل أبيب، وحول هذا اللقاء تصريحات وتسريبات كثيرة جدا، منها أن الملك حسين نقل لإسرائيل عزم مصر وسوريا شن حرب، ومنها أنه كان مجرد لقاء دبلوماسي عادي سبق وتقرر مرات ومرات، وأن المصادفة فقط انعقاده قبل الحرب بأيام. وهناك من ذهب أن الملك حسين وصل بطائرته في الموعد المحدد والتقى مع جولدا مائير وأفصح لها بأن سوريا ومصر يتدربوا على شيء ما، وسألته جولدا مائير عن السلاح السوفيتي فأخبرها أنه بدأ يعرف من مصدر حساس في سوريا أن جميع الوحدات مشغولة بالتدريب وأن الضفة السورية أصبحت مستعدة لأي هجوم محتمل عليهم عبر الأراضي الأردنية. وسألته: هل عندك شكوك حول تعاون مصري سوري لخوض حرب مثلا؟ قال
قال لها لا أعرف. والتعامل مع مثل هذه المواقف لابد وأن يكون من خلال حقائق غير قابلة للشك، فليس عندي أي معلومة عن تجهيزهم لأي حرب. ووفق الوثائق المسربة، كان رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلي هوزرا يستمع للحديث من غرفة أخرى سرية منفصلة، ولاحظ أن جولدا مائير لم تأخذ الموقف على محمل الجد. وهناك تسريبات أخرى لوثائق أمريكية أكدت أن الملك حسين نقل في 25 سبتمبر 1960 معلومات تفصيلية عن قدرات السوريين والمصريين وإمكانية شن هجوم عسكري يتم فيه استخدام معدات عسكرية توفيتية ضد إسرائيل. وقيل في ذات الوثائق المسربة إن أي تحركات أردنية حصلت في وقت الحرب كانت تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل. وكذلك فجرت الواشنطن بوست الأمريكية زلزالا مدويا في عام 1977 بقلم الصحفي بوب وودوارد من خلال تحقيق صحفي ذكر فيه الدور وعلاقة الملك حسين بوكالة CIA، وأنه كان يتقاضى راتبا شهريا منها مقابل تزويد المخابرات بالمعلومات. الوثائق الأمريكية تقول إن تقارير الملك حسين بالمعلومات كانت تصل لوزير الخارجية هنري كيسنجر، وكان يناقشها مع السفير الإسرائيلي سامح ديمس، ولكن إسرائيل لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد. ومن جانبه نفى الملك حسين تماما ما ذكر وأثير حول تلك الزيارة، وأنها كانت مجرد زيارة لتقارب وجهات النظر غرضها إنهاء الصراع، وهو الدور الذي سبق ولعبته الأردن خلال السنوات الماضية. ونقلا عن كتاب أسد الأردن الملك حسين، تم الكشف عن أن الملك في اللقاء علق على موقف السادات وانزعاجه من حالة لا حرب ولا سلم، وأن الملك عقب على تذمر الأسد، وأن هدف الحسين من الزيارة ليقول لجولدا مائير احذري من نفاذ الصبر العربي ولا بد من التحرك لاحتواء الموقف. الملك حسين لم ينفي الزيارة، ولكن نفى جميع الأقوال الدائرة حول إفشاء سر وموعد الحرب، وقال كيف أفشي سرا أنا لا أعرفه من الأساس. وقال الملك حسين وقت الحرب كنت على دراجة بخارية في ضواحي عمان مع زوجتي، وسمعت عن الحرب من الإعلام مثل أي مواطن عربي. وبحسب شهادة مدير مكتب جولدا مائير الذي كان حاضرا الاجتماع، قال إنه الملك حسين لم يأتي ليحذر من أي حرب وشيكة، لكن كان غرضه مراجعة حالة الجمود، وبقية كلامه كان مجرد دردشة حول الوضع الراهن بين كافة الأطراف. وهذا كان رأي باقي القيادات العسكرية أيضا، بما فيهم موشي ديان نفسه الذي سمع اللقاء المسجل ولم يلفت نظره أي شيء. جميع القيادات الإسرائيلية باستثناء اثنان من الضباط الصغار كانوا يروا أن الملك حسين لم يقل أي جديد، خاصة عن المصريين، لأنهم منذ عام 1968 وهم يتناقلوا أخبارا ويستدعوا الاحتياط، وكأنهم يستعدوا للحرب ثم يتراجعوا فجأة. وأكدت المواقف الرسمية الأردنية أن الملك لم يبلغ إسرائيل بموعد الحرب، بدليل أن الأردن شارك بشكل فعال في حرب أكتوبر بجانب سوريا من خلال اللواء 40 بقيادة العميد روك خالد، وقدموا عشرات الجرحى والمصابين. وكذلك رفعت الأردن حالة الاستعداد القصوى للجيش الأردني بهدف تشتيت الانتباه الإسرائيلي ناحية حدودها الشرقية من أجل رفع الضغط عن الجبهة السورية في أيام الحرب. على الرغم من كل هذه الاتهامات، إلا أن الملك حسين يعتبر هو باني الأردن الحديثة، واستطاع ترسيخ أركان مملكته في ظل محيط ملتهب.
مواهب من حوله. وبعد كل ما أثير ويثار، هل فعلا ملك الأردن الراحل كان عميلا لإسرائيل أم أنها أكاذيب يرددها أعداء الأسرة الهاشمية؟